بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنرجع نكمل مع بعض سلسلة حلقات الكليمز والتايب نمبر 2 من الكليمز اللي هو الفاريشنز. تايب نمبر 1 بفكركم كنا اتكلمنا على الاكستنشن اوف تايم والبرولونجيشن كوست ليها علاقة بالاكستنشن اوف تايم. تايب نمبر 2 بنتكلم على الفاريشنز والكليمز المرتبطة بالفاريشنز. وقلنا في الحلقة اللي فاتت بشكل عام انه دايما بيحصل خلط عند الناس امتى ده اقول عليه فاريشن وامتى اقول عليه كليم. وهنا بشكل عام لو المالك ادالك instruction to vary او الانجينير ادالك instruction to vary تبقى للكلوزز بتاعت العقد سواء كلوز 13 في الفيدك الجديد او الكلوزز المختلفة في انواع العقود المختلفة. فالinstruction to vary ده بينطبق بيندرج تحت بند الفاريشنز. لو ادالك instruction بشكل عام انت شايف يا مقاول ان هي variation وهو مش موافق ان هي variation بيقول لك ده دي وزن السكوب بتاعك او دي وزن اللمب سم فاليو بتاعتك، فبالتالي بتنتقل من مادة الفاريشن لمادة الكليمز والطالب على انه الاديشنال كوست اللي انت تكبدته نتيجة الانستركشنز دي، وبترجع انه دي شال بي كونسيدرد از ا فاريشن والمالك بيحط الارجيو بتاعته ان هي فاريشن ولا لا. وانا هنحاول ناخد امثلة شوية على الموضوع دي يعني فهمنا اكتر الارجيوز اللي بتحصل في المشاريع المختلفة. طيب اول مثال مثلا اللي هو المثال الشهير بتاع الاوميشن، هل الامبلوير من حقه يعمل انستركشنز يحذف بند من بنود المشروع؟ وهل الكونتراكتور لو البند ده اتحذف يقدر يطالب بالبروفيت بتاعه نتيجة حذف البند ده؟ وهل المالك ممكن يدي البند ده لحد تاني ينفذه؟ طيب اجابة السؤال ده انه المادة بتاعت الفيد طبعا زي ما قلنا احنا نرجع دايما للفيدك 99 ريد بوك، وانت محتاج تشوف عقدك وتشوف الكلوز بتاعت عقدك عشان قبل ما تجاوب على اي سؤال. هنا احنا الفيدك 99 ريد بوك هو المرجع بتاعنا. ففي الفيدك 99 ريد بوك المالك من حقه يعمل انستركشنز بحذف جزء من الاعمال. نلاقي كلوز 13.1 من الفيدك بتسمح للامبلوير انه يعمل order to omit part of the work، بس الاوميشن ده ما ينفعش ان هو يكون هينفذ الشغل بنفسه او هيديه لحد تاني. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هيحذف البند تماما، البند مش هيتنفذ، فمن حقه يعمل حذف للبند ده. وفي process للإيفاليويشن بتاع الحذف ده ازاي هيتم هنجلها في السلايد اللي بعد كده، ولكن مش من حقه انه يحذف البند وينفذه هو. طيب ليه الفيدك بيقول ليه الفيدك حط المادة دي؟ الفيدك لحد كبير زي ما قلنا بيحاول يعمل توازن بين الأطراف، وكمان زي ما كنا عملنا إشارة في الحلقات الأولى على القانون الإماراتي وكذلك القانون المصري في التزام على الأطراف إن هم يتعاملوا بحسن النية ولا يتعاملوا بسوء النية. فتخيل معايا مالك إنه أنت جاي المالك قالك إنك عايزك تنفذ لي مشروع، سعرت المشروع ده كل البنود اللي انت سعرتها، طبعا حطيت في بنود اسعارها قليله، في بنود اسعارها عاليه، في بنود فيها مكسب كبير ليك، في بنود مفيش فيها مكسب كبير ليك. فجي المالك بعد ما رسى عليك المشروع قرر ياخد كل البنود اللي فيها مكسب ليك ويحذفها ويروح يخلي مقاول تاني يعملها بسعر اقل. فيبقى هو استفاد منك، خد منك البنود اللي انت بسعرها بشكل رخيص وراح عمل خلى مقاول تاني ينفذ البنود الغاليه اللي انت بسعرها بشكل غالي علشان يوفر كل يقدر ياخد مكسب كبير من المشروع. فطبعا ده يبقى تصرف لحسن بسوء نية، انه انت لما سعرت المشروع توزعت الربح بتاعك على البنود بشكل مختلف وكنت مسعر على انك انت هتنفذ كل الاعمال مش جزء من الاعمال. فالفيدك قال انه المالك من حقه يعمل لك instruction to omission بس حط شرط انه لازم البند ده يكون هيتحذف تماما، مش هتروح تنفذه بواسطة مقاول آخر أو تخلي حد تاني أنت تنفذه بنفسك أو تجيب مقاول تاني ينفذه. فبالتالي دي بتتماشى مع القانون الإماراتي والقانون المصري إنه الأوميشن إنستركشن اللي هي من صلاحيات المالك بيخرج منها إنه إنستركشن تو أوميت والشغل يتعامل بواسطة شخص مختلف. طيب نتحاسب إزاي على الأوميشن؟ هنلاقي إنه 12.4 حتى الكريتيريا بتاعت حساب الاوميشن، وبتقول انه المقاول لو اتحذف منه البند ده اي بند من البنود الاعمال والكونتراكتور
تكبد مصاريف نتيجة الحذف ده، أو في مصاريف تكبدها وكانت هتندفع له لو البند ده ما اتحذفش ودلوقتي مش هتدفع له عشان البند اتحذف، يقدر يطالب بالمصاريف دي. وهنا الفيدك بشكل عام بيشير إلى الأوفر هيد، إنه لو أنت جيت مثلا عملت شوب دروينج بتاع بند معين وجي المالك حذف لك البند ده، فأنت في مصاريف تكبدتها مش هتاخد فلوسها لأن البند ده ما تنفذش، المصاريف دي تقدر تطالب بيها تحت الـ evaluation بتاع الـ omission variation. طيب إيه دي مصاريف تكبدتها already، طب إيه المعنى إنه المصاريف كانت هترجع لي لما يدفع لي البند؟ الحاجة زي الهيد اوفيس اوفر هيد، الهيد اوفيس اوفر هيد هي تكاليف المشروع كله وبترجع لك لما تقبض البنود المشروع كله، فزي مثلا كل بند من بنود المشروع في 2% منه تكاليف الهيد اوفيس اوفر هيد. فلو انت جيت حذفت البند ده، انا اوريدي المصاريف دي تكبدتها لانه فترة المشروع كله، وانت حذفت مني البند فالفلوس دي مش هترجع لي لان انت البند ده حذفته لي، فهي تكاليف مش هترجع لي نتيجة حذف البند، فمن حقك تطالب بيها. طيب هل من حقي اطالب باللوس اوف بروفيت، المكسب بقى مش التكاليف، لو حذفت مني البند؟ مادة الفيدك ال 12.4 مش واضحة قوي، يعني متكلمة على الكوست، والكوست ويز سمول سي مش كوست ويز كابيتال سي، ويعني يمكن بكورس الفيدك شوية هنعرف الفرق بين الكوست بالسمول سي والكوست ويز كابيتال سي، وبالتالي ما بتتكلمش على بروفيت، من المقاول من حقه يطالب بالبروفيت. ففي ناس بتفسر المادة دي على انه ده اتفاق ضمني بين الطرفين، انه الحذف المقاول ما يطالبش ببروفيت، وفي ناس تانية بتقول لا المادة مش صريحة حرم المقاول من البروفيت، فما زال من حق المقاول يطالب ببروفيت ويندرج تحت بند الكليمز في مطالبات المقاول. ففي ارجيو لسه في الماركت على موضوع ان 12.4 دي المقاول يقدر يطالب بيها بالبروفيت لوس اوف بروفيت ولا لا. ناخد سؤال تاني يوضح لنا اكتر موضوع الفاريشن، هل الامبلوير من حقه يغير، يدي لك انستراكشن انك تغير السيكونس اوف ذا ورك، زي ما قلنا يقول لك اشتغل في فيلا 5 بدل ما كنت هتبدا في فيلا رقم 1، لا انا عايزك تبدا في فيلا رقم 5؟ فالاجابه انه الفيدك الجديد بيسمح للمقاول، سوري بيسمح للمالك انه يدي لك انستراكشن تو تشينج ذا سيكونس، فدي بتندرج تحت الفاريشنز. لو المالك ادالك انستراكشن غير السيكونس تقول له اوكي ما عنديش مشكله، مش تقول له كده انت ملزم كمان تنفذ الانستراكشن ده، ولكن ده بيندرج تحت ماده الفاريشن طبقا 13.1 اف من الفيدك الجديد. الفيدك القديم ما كانش معالج الموضوع، ما كانش متكلم على الموضوع. طيب هل في كوست امباكت نتيجه الانستراكشن دي؟ وارد ان يكون في كوست امباكت. هل من حقي اطالب فيه؟ اكيد من حقك تطالب فيه، لانه في بعد الانستراكشن اوف فاريشن في الايفالويشن بتاع الفاريشن انك تقدر تقدم بقى الكونسيكونسز بتاعت الفاريشن ده، والانجينير يعمل ديترمينيشن للكوست اللي انت تكبدته. ناخد سؤال تاني، لما يبقى موجود في العقد fit for purpose، ودي موجوده برضو في الكلوز بتاعت الفيدك، انه المقاول ملزم بتنفيذ الاعمال لتحقيق الغاية المطلوبة من الأعمال، لو دي موجودة في العقد هل معنى انه في two documents مختلفين؟ طبعا نفس الكلام الـ fit for purpose دي ليها مرجع كمان في القانون، انه مادة القانون بتقول ان المقاول عليه تنفيذ الأعمال لتحقيق الغاية، وفي حكم كمان في الإمارات اعتقد كمان الناس اللي شغالة في مصر ممكن تجيب احكام مشابهة بيقول انه المقاول عليه التزام انه بتحقيق الغاية من المشروع. فانت لو انا عايز مصنع فانت وديتك الديزاين بتاع المصنع وقلت لك اشتغل المصنع، انت كمان يا مقاول عليك التزام انه المصنع ده يحقق الغاية من تنفيذ المشروع. طيب وبشكل عام هنلاقي زي كلوز 4.1 سي من الفيدك بتحط على الكونتراكتور اوبليجيشن انه the contractor shall be responsible be fit for such purpose، فبالتالي ال contractor كمان عليه obligation fit for purpose في عقود الفيدك بشكل عام. طيب عايزين نقف عند الحلقة دي، عند الجزئية دي، ونرجع
في الحلقة التانية نكمل الديسكشن على الفاريشنز وأنواع الفاريشنز المختلفة. شكرا.